كويز مجموعة من الأسئلة جاوبنا ما غير برشا متخام برشا. شكون اليوم أحسن لاعب في تونس؟ في تونس؟ إيه. آه نتصور صعيبة هذيك. لهوني متاع الإسبرانس. تونسي. تونسي. إيه. بن رمضان متاع الإسبرانس. الحمد لله بن رمضان. شكون أحسن لاعب في تاريخ متاع تونس؟ تاريخ؟ إيه. احسن لاعب جابته تونس عندي بصراحه زوز بوفا بتاريخ اللي قبل اللي خلط عليهم انت مثالش اللي خلط عليهم انا بصراحه حاتم ترابلسي وكريم حاجي خاطر عملوا كارير كونستانت اخوي في الاوروب وعندي انا معناتها بصراحه واذا كان تختار واحد حاتم ترابلسي شكون لاعب في بطوله تونس تشوفه قادر ينجح في اوروبا لعبت انت برشا جمعيات في اوروبا تشوف تونسي قادر ينجح غادي قاعد ينجح ينجم ينجح غادي من تونس من بطولة تونس ينجم ينجح آه. ياسين مرياح ياسين ديجا في الأوروب من بطولة تونس قلت. توا آه. كيما قلت لك بصراحة بن رمضان بن رمضان عندي أقوى بوتنسيال معناتها توا في تونس أحسن لاعب تونسي بن رمضان توا توا عندي أنا باهي شكون أحسن لاعب في الكلوب توا في الكلوب توا آه. ياسين شماخ شكون اللاعب تشيخي تلعب معاه تبدأ معاه في التيران نشيخة صبر خليفة اللاعب بالعكس تو تتقلق كيف تبدأ معاه في التيران لا اي مسيجة باب الفدك نحكيه مش تتقلق اي فدك زهير داوتي شبيع علاش يقلق خاطر ديما اخويا غلطة جامي يغلط هو يحكي برشا صحيح باش كون اقرب لاعب ليك اقرب لاعب ليا لاعبي لي نادر غندري باه شكون ديفونسور تقرا له حساب تخاف منه هكا يخوف ديفونسور بون انا مانيش كونفونتي برشا ديفونسور نقولو بيفو موش ديفونسور باه ميسيلش عندك فرانكوم كوليبالي نتاع ليسبيرونس كاسحين ديما معناتها يضربوا كاسحين معناتها فهمتني لازم تلعب بخبره معاهم خاطر كي باش تمشي بالبويسونس بالحكايات ما عندك وينتوس مش ما عندك وينتوس لازم تلعب خبره تعرف وين تاخذ الكوره خاطر سينو ولا يضربك ولا كاو شكون احسن اونترينور تونسي اونترينور تونسي فوزي بن جارسي شكون احسن اونترينور ترينيت عنده في تونسي ولا كيما تحب ميساج ترينيت عنده آه. مانشيني قداش أول سالير أخذيتها؟ أول سالير؟ أي 2000 يورو آخر سالير أخذيته؟ أكبر سالير معناه؟ لا ما نجمش نقول الحكاية علي؟ لا خلي في ليه نحب نعرف مسيرة أول واحد باهي لا في الانتر باهي قداش كانت سالير؟ كانت في الهول سيتي في الهول سيتي أقوى سالير في الهول سيتي إيه قداش؟ لا ما نجمش تينا ما فيها شيء تعديت طبعا عندها سنين ترى الحكاية لا لازمش نقول لا باهي ماتش ما تنساهش ماتش ما تنساهش فرنسا فرنسا تونس في فرنسا في باريس علاش على خاطر بصراحه انا فرانكو تونيزيان مع تمولد في باريس و تلعب ضد فرنسا في ستاد دو فرانس والعائله حومتي والعائله كلهم معناتها في ستاد فهمتني وتلعب ضد كان ماتش سبيسيال اللي كنت حبيت تربح فرنسا صحيت مش حبيت تربح لكن تجي كذاك بصراحه معناتها تجي مره في التاريخ فرنسا تونس في فرنسا فهمت يغزوا بطريقه خايبه العرب غادي عشت حالات من نوعها هذم لا جمله باهي بونتو ما تنساش اول بونتو في كارير نتاعي في تشامبيونز ليغ مع سلافيا براغ تاريخ مخلاني اول تونسي في تاريخ ماركه في تشامبيونز ليغ يعني معناتها دونك اول بونتو قعد في التاريخ نتاعي ومتاع تونس باهي بونتو مزيان سجلته احلى بونتو مزيانه نقولوا الكونتراتاك هذيك نتاع الاسبيرانس هذاك خاطر مو ديما معناتها مش مخدوم معناتها مخدوم ومش الحكايه نتاعي معناتها فهمت ابل في الاسباس وسبرينت فهمت ديما واحد ريجيسور ديما كي يحط بونتو معناتها الحكايه مش نتاعو معناتها ديما تبدا باهي بونتو حبيت ماركيه انت حبيت ماركي هنا مش نقول لك انا تخمن برشا قاعده هي فيسا اخر بونتو طرح جرجيس بنالتي نتاع صبر خليفه باهي ملاعبي خدام ملاعبي خدامه يخدم برشا
احمد خليل. بالعكس توم لعب بكركر. لا 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 مش مش ينفذلك وتجيني نرمال نرمال كيما الزوادي كيف كيف. ايه اي عادي. دراجي. وسام الدراجي لعبت معاه؟ هاي ترينت عنده ما ترينت معاه في ليك ناسيونال وفي اوكي. به اقوى جمهور لعبت ضده لعبت كونترو. اقوى جمهور لعبت كونترو ليسبيرونس. ليسبيرونس. اقرب جمعيه ليك في تونس بعد الكلوب؟ من بعد الكلوب؟ اي قولوا سي ابي خاطر عندي ولد اختي كوره غادي دونك ديما نتبع. به ديسيزيون ندمت عليها؟ ندمت عليها ديسيزيون وقتها كنت في سلافيا باغ كنت عندي دي زوفر معناتها في 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 المانيا في برشا وبصراحه معناتها حتى في السعوديه دي كونترات ومش نورمال معناتها ندمت كيما خديتهم مش ديريكت. قبل وانت جاي خرمت قلت زعما شنو باش يسالني؟ بيان سور معناتها شنو قلت دونك كان تيفي الكويس